اللي صار معي في الحادثة وقت الأحداث. هلا أنا ومرت أخوي كنا نازلين من عند الدكتور وكان في مواجهة، وإجوا شباب لطخوا حجار فالجنود استنفروا، إجت المجندة صارت تدفع فيه إنه روحوا من هون وعلى البيت وهيك. فقلت لها أنا ليش بتدفعيني يعني؟ لا هي بتقولي يلا روحوا على البيت وصارت تصيح. فأنا قلت لها طيب ليش بتدفعيني؟ هيني بمشي. خبطتني هون، أنا دفعتها عني، مسكتني من هون من شعري وصارت تشد فيي، ضلت صحتني أنا حاولت إني أبعدها عني ما قدرتش. فإجوا باقي الجنود وبلشوا فيي إشي بكساتي بوجهي بكتفي بخصرتي، بعديها دبوني على الأرض. هلا لما دبوني على الارض انا وما اعلم ما صحيتش يعني. الاعتداء اثر علي انه انا نفسيتي تعبت، لانه مش اول مره بتم الاعتداء علي. تم الاعتداء علي وقت تم اعتقالي داخل السجن وبرا السجن كمان، وهذا الاعتداء اللي صار قبل يومين سبب لي هيك شوية نفسيتي إنه هيك مش كتير. انسجن 3 سنين في سجن هشرو، يعني احتلال بضل عدو، يعني عدو ظالم. شفت الفيديو بعد تقريبا 2 ساعة، أنا تفاجأت أصلا لما شفته. ف يعني أنا ما كنتش متوقعة إنه هم هيك كانوا نازلين في ضرب، لأنه بتعرف وقت الحدث بيكونش الواحد صاحي منيح، بيكونش مصحصح وهيك كتير. هلأ لما ضربوني أنا بمحمد ضرب ما كنتش حاسة، يعني ما حسيتش إلا تاني يوم. تاني يوم الصبح صحيت مش قادرة أتحرك ولا أمشي، رجلي مش قادرة أحرك، أحس عدمي كله مفتفت مكسر، عيني طول الليل وهي بتوجعني، عيني بقت لسه أكتر يعني من هيك لما نزل شوية الدم منها. وجع راس كان مش طبيعي، يعني بقى راسي كتير يوجعني طول الليل ما نمتش، ولحتى الآن لحتى هذه اللحظة يعني كأنه الاعتداء هلأ تم علي في مخيلتي قدامي، شايفته قدامي الحدث. بس إنه بدي أحكي إنه لازم الشعب يكون إيد واحدة يوقفوا هذه الانتهاكات، هذا الإشي يعني بصير ضد الشعب، وإنه الجهات المسؤولة المختصة الكبار إنه يتدخلوا، يعني مزبطش إنه يضلوا سكتين هيك ولا